الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة الثالثة، وطبعا بشكر الأستاذ الدكتور أسامة حسين على الدعوة الكريمة، وده ليه عظيم الشرف إن أنا معاه يعني من المؤتمر الأول إلى المؤتمر الخامس عشر، ويسعدني ويشرفني تقديم البروفيسور أسامة عرفة الحياة هوسبيتال بورسعيد. هيكلمنا على إيزي كول إسبلندد وات إز ذا نيو ميني سانكس. طبعا بيكم في بورسعيد، يعني انا بشكر دكتور اسامه. مش شغال يعني؟ لا مش شغال. الحقيقه انا بشكر دكتور اسامه على الدعوه، والحقيقه هي مش دعوه لان البيت بيتنا والجمعيه جمعيتنا، والحقيقه ده المؤتمر 15 حقيقه. يعني البورسعيد نوناتولوجي سوسايتي من الحاجات اللي احنا بنتشرف كلنا بانتمائنا ليها. دكتور اسامه واحد من البايونيرز والمؤسسين نوناتولوجي بورسعيد كلها ومنطقه القناه ومصر يمكن كمان، فالحقيقه انا بشكره، ودايما المؤتمر بنتعلم منه وبنستفيد منه. النهارده انا هكلمكم في موضوع مهم جدا، وموضوع بيقابلنا يمكن في الديلي براكتس بتاعنا كلنا، والحقيقه هي المحاضره سبونسر باي سبلندد. ونبتدي نتكلم على الفيوسي انفان او الفيوسي بيبي، والحقيقه هي من الحاجات اللي مزعجه جدا، مزعجه لينا كاب وام وبيت وشغل، ومعظم الاطفال في المرحله دي بتبقى الموضوع صعب جدا، ابطو ان الناس بتنزعج جدا. حتى احنا كشغل برضو في اول شهرين ثلاثه من اكتر الحالات اللي بتقابلنا بيكون فيها مشاكل الفاسي انفنت. الفاسي انفنت عباره عن طفل، الطفل في عادته العادي بتاعه ان هو صاحي عايز ينام هياكل هيشرب هيغير، الدنيا ماشيه كويس. بس للاسف الشديد في جزء من اللايف ستايل بتاعه الكراينج، والكراينج ممكن ياخد جزء كبير جدا ابطو ان يعمل لنا مشكله. الكراينج سيجنال ان هو عنده مشكله، لكن ما هواش يعني جود ساين ان هو عايز ايه بالظبط. زي الالارم لما نظبط المنبه ويبقى عندنا الارم، والالارم الصبح يشتغل فنصحى الصبح اوكي الالارم بتاع، طب انا ظبطه على ايه، انا عايز ايه، مش عارفين الاكسبلينيشن او هو بالظبط محتاج ايه في الوقت ده. البيبيهات في اول شهرين ثلاثه بيبقى عندنا كراينج ساعتين ثلاثه في اليوم، وموضوع اب تو 3 اورز ما فيهوش مشكله، يمكن يكون شويه مقبول على مدار اليوم مقسم يعني، لكن لما بيعدي الارقام دي بيبقى مزعج جدا وعامل مشكله جامده. هو بيعيط ليه؟ هو بيعيط عشان جعان، بيعيط عشان هو بورد انجري، عنده اي مشكله. مهم جدا ان انا احاول ان انا من خلال عياطه اوصل لسبب المشكله، لان واحنا هنتكلم النهارده هنركز قوي جدا على ان الموضوع برضو مش كله معنى انه بيعيط ان عنده كوليك، لان ممكن ما يبقاش عنده كوليك ويبقى عنده حاجه ريسكي او حاجه دينجرس، ونخلي بالنا من الكلام ده جدا. وده المهم اللي عايزين نلفت النظر ليه في المحاضره، على الرغم ان احنا هنتكلم على الانفانت كوليك، لكن هيقابلنا كتير حاجات ريسك فاكتورز وحاجات دينجرس لازم برضو يبقى عيني مفتحه عليها. طيب الكراينج بالنسبه للكيرف نفسه بيبتدي ازاي؟ الاطفال في الفتره الاولانيه في حوالي الثلاث شهور الاولانيين بحوالي 133 دقيقه في اليوم بيعيط، 133 دقيقه انت بتتكلم في ساعتين ساعتين ونص يوميا لحد الشهر الثالث. بعد الشهر الثالث والرابع الموضوع ده ممكن ينزل معانا لحد 68 مينت بير داي، يعني حوالي ساعه ساعه وشويه. يبقى احنا المشكله كلها تملي عندنا هتصادفنا في اول شهرين لثلاث شهور من الفتره دي اللي فيها كميه البكاء الغير عادي. وبرضه طالما بنتكلم وزن رينج 130 120 منت يعني الساعتين، طالما وصلتش للثلاث ساعات يبقى انا لسه برضه ما قربتش، عشان برضه البرسيجن بتاع الموضوع من ناحيه الانفنت كوليك لازم نقول هو مغص امتى اقول عنده مغص، لان الكلام ده لازم يتحط في جايد لاين واطار معين، والا هيبقى عندي مشكله تانية انا مش واخد بالي منها وعمال ادي له دواء المغص وخلاص وبسكنه او بسكته وخلاص. فالكيرف مع الوقت بيبتدي يقل، ولما بيبتدي يقل هيكون عدى غالبا الاربع شهور الاولانيين، وده مهم جدا. الفول تيرم شويه يمكن بيبتدي شويه موضوع الكراينج وموضوع الكوليك ده بدري شويه على البري تيرم، لان البري تيرم بيبقى لسه معظم وقته سليبي قوي، ما عندوش الكميه بتاعت الرياكشن زي الفول تيرم. الفول تيرم حتى ايفن في الولادات وحتى اللي بيحضر ولادات هتبص الفول تيرم خارج لك مفتح وبيعيط وبيكسر الدنيا عايز يرضع. شويه الماتوريتي هنا هتفرق جدا، فالستارتمنت يمكن البري تيرم شويه هيتاخر اسبوعين، لكن الكوليك كراينج والساوند زي بقى كميه هاي بيتش كراينج مع فيتسينج مع النيز مشدوده مع ريد فيس مع هيبتدي الساوند نفسه يكون مختلف والشكل مختلف. طيب احنا عايزين نحط اطار للانفنت كوليك،
عايزين نحط اطار امتى اقول ده انفانت كوليك وفعلا هو يكون محدد وواضح وصريح. الويسلز كان من 1950 قديم جدا، كان حط اللي هو الرول اوف 3 اللي هو 3 اورز بير داي 3 دايز بير ويك 3 ويكس. يمكن ال 3 ويكس دي اتعدلت شويه وهنشوف اتعدلت ازاي، لكن لا زال هذا الامر قائم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طفل بيعيط 3 ساعات في اليوم، 3 ايام في الاسبوع، 3 اسابيع. التعديل اللي حصل هيحصل تعديل بسيط على حاجه مهمه جدا اللي هو الثلاث اسابيع. انا ممكن اعتبر اسبوع واحد مقبول، 3 ساعات في اليوم 3 ايام خلال اسبوع خلاص هشخص انفانت كوليك. مع حاجات مهمه جدا لازم يكون ريكوردد وريبورتد من حد فاهم كويس، ام او جده. لازم يكون في غالبا بالليل معظمه بيكون في اول 3 4 شهور من عمره، وحتى لو كان بريست فيدنج او بوتل فيدنج مش هيفرق معاك. يبقى ده الموديفايد ويسل. وهنشوف هنا الروم كرايتيريا، لان الروم 4 بقى مهمه جدا. عارفين الروم الروم بتحط الكرايتيريا والجايد لاينز بتاعت معظم حاجات اللي خاصه بالجي اي، وهم بيعقدوا الجايد لاينز دي كل 10 سنين، ودي كانت 2016. المفروض 2026 هيكون في الروم كرايتيريا الجديده. هم روم بس حطوا حاجه مهمه جدا روم 4، ان هو لازم يكون اقل من 4 شهور، ولازم يكون الموضوع برسايز يعني حد فاهم هو اللي بيقول، وان ما يكونش عندي اسباب واضحه اخرى، ما يكونش في اي مشكله تاني زي فيلير تو ثرايف او فيفر إلنس او ده المهم جدا جدا. على الرغم ان احنا النهارده بنتكلم في انفانت كوليك، بس لازم يبقى عندنا ريد فلاكس وريسك فاكتورز، ومهمه جدا اخلي بالي من ايه وهو بيعيط علشان ما يحصلش ميسنج المشكله دي هيترتب عليها مضاعفات او مشكله كبيره. الويسلز والروم 4 هم الحاجتين اللي احنا بنعتمد عليهم. الروم بس غيرت ان قالت ممكن نقبل باسبوع، مش شرط يعني 3 ايام 3 ساعات 3 ايام 3 اسابيع، ممكن 3 ايام اسبوع وهشخص بيها انفانت كوليك. ولازم يكون افضل يكون بتكلم في اقل من 5 شهور، يعني لو 6 شهور او اكتر ممكن ما يكونش ده محقق الكرايتيريا ما يبقاش انفانت كوليك. طيب الكلام بقى اللي جاي ده هو اللي مهم بقى، يعني انا تملي البراكتس مهم جدا في الحته دي، على الرغم ان احنا بنتكلم انفانت كوليك وانا مطمن وهدي حاجات للكوليك واو. طب ايه بقى الريد فلاجز او الحاجات اللي اخلي بالي منها وهو بيعيط او هو كراينج او كذا؟ اول حاجه مهمه جدا الانتسسبشن. والانتسسبشن انتوا عارفين مميزاته ان هو بيجي ايه الديفينيشن بتاع الكوليك بتاع اسمه ايه، ليه حته كده في الترم بتعجبني جدا اسمها ايه، باوتس اوف كوليك. باوتس اوف كوليك اللي هي فريكوينت كوليك. عامل ده انا تملي حتى بسال الام كده، عامل زي الطلق كده زي الولاده، هو بيجي له كونتراكشنز جامده الانتستاين الموفمنت تو باي باس الاوبستراكشن وبعدين يريح شويه يرشل. انتسسبشن حياته مهمه جدا 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 ما يبقاش طفل. وغالبا اللي احنا هنتكلم فيه على اللي هي الحاجات المهمه دي كلها حاجات صادن على فكره صادن برضو تاني، ما هو الانفانت كوليك 3 ساعات 3 ايام موضوع طويل وممتد، لكن ده فجاه بيعيط ولازم افكر في الانتسسبشن في الفولفلس. سترانجوليتد هيرنيا ودي مهمه جدا جدا جدا، تورشن تيستس كورنر ابريجن ونون اكسيدنتال انجري. المنظر ده ودكتور مزاح الحقيقه ليه محاضره جميله جدا الفروكوتن اريا بتاعه الايه الابدومن في الاكزامينشن في دي مهمه قوي، وكلنا مر بالتجربه دي. يعني هي بس بيبقى ربنا بس ايه ينور بصيرتك ويرفت نظرك انك تفتح البامبرز بالذات الجينيورز، ما تنساش موضوع البامبرز، تفتح وتبص هو بيعيط وعنده مشكله و و و، ما تبقاش اوبستراكتد او سترانجوليتد هيرنا وانت بتقول انفانت كوليك. طيب الكوليك سيمتومز هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى طبعا ديفيكلت كومفورت، محدش عارف يسكته خالص، ولا حد كبير ولا حد صغير ولا اللي بيهديه. النيز مشدوده على بطنه، اكسسيف كراينج، اكسسيف جازز، هاي بيتشد كراينج، ريد فيس، منظر بيبقى صعب جدا جدا. بس تاني وتالت زي ما قلنا الكرايتيريا، انا عشان اقول انفانت كوليك لازم هيكون الموضوع مش مجرد انه بيعيط بالشكل ده، العياط الاكيوت الحاد، فكر في الحاجات اللي قلنا عليها ريسك فاكتور، العياط المتكرر والسيناريو. يبقى الهيستوري هنا مهم، لان انا في الاكزامينشن والهيستوري اهم كتير قوي من الانفستيجيشن، هو ده اللي هيشخص الموضوع. ما اسمع منها ومن الام والكير جيفر انت قاعد معاك قد ايه وعيط قد ايه وبيعمل ايه وكذا وكذا وكذا، اقدر احط التايتل انا عندي انفانت كوليك ودي دواء المغص عشان ما نديش دواء على الفاضي او دواء ملوش لازمه. تمام. طيب الكوزز اوف كوليك بقى سريعا كده، الاساس بتاعها طبعا انها النون مش نون. ليه؟ لان معظمها حاجات برضو ما تبقاش صريحه، لكن المعروف منها ان هي ممكن تبقى جي اي تي كوزز او نون جي اي كوزز. طب الجي اي تي كوزز ممكن تبقى ايه؟
الدايجستيف ديفلوبمنت بتاع الاطفال بالذات لو حد بري تيرم او اصلا عموما فيسيولوجيكال في اول 3 شهور لسه الجي اي بتاعه از نوت ويل ديفلوبد، وبالتالي هيبقى فيه نسبه من المشاكل زي اللاكتيز ديفيشنسي او زي المايكرو مالكيولز اللي هي بيحصل لها ليكينج للجي اي. الجي اي في الاول بتبقى سيلكتيف او الابزوربشن بتاعها، والمايكرو مالكيولز بتبتدي تضايقه ويبتدي يحصل له مغص. الاوفر فيدنج والاندر فيدنج، والاوفر فيدنج مهم جدا نتكلم عليه عشان اللاكتوز اوفرلود، لان الام اللي فاتحه الموضوع اوبن بوفيه 24 ساعه بتطلع بزياده بزياده، بيحصل ريجرجيتيشن وبيحصل كوليك وبيحصل فومتنج وبيحصل جازز وبيحصل اللاكتيز نفسه ما بيلحقش ان هو يهضم اللاكتوز بكميه اللبن اللي دخل له كتير بالذات في اول 3 شهور ولسه فيسيولوجيكال الجي اي نوت ويل ديفلوب، فبتبتدي يحصل امبالانس ومشاكل. الديسبايوسيس مهم جدا 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 جدا، لان في الاول بيبقى فيه جزء بسيط منه الديسبايوسيس بيبقى فيه امبالانس ما بين النورمال فلورا او الحاجات البينيفيشال بكتيريا والهارم، فبيبتدي يحصل ديسبايوسيس يبتدي يعمل لي الكوليك ويعمل لي جازز ويعمل لي الفلاتولانس والكوليك. الالي تشايلد هود ميجرين والفاميلي ستريس والانكزايتي، طبعا في اطفال برضو السنسيتيفيتي بتاعتهم بتفرق من طفل زي البين ثري شولد، برضو بين ثري شولد في اطفال يديك رد فعل الالم بسيط وفي طفل فظيع في رد الفعل او السنسيتيفيتي او الرياكشن بتاعه في رد الفعل. الفاميلي ستريس والانكزايتي طبعا الام لو مضطربه او قلقانه وكده، بس هنا نلفت برضو النظر لنقطه مهمه ان الام الزعلانه واللي متضايقه واللي عندها اي مشكله ترد عادي لبنها ما بيتغيرش مفيش مشكله، لكن هو الطفل بيقرا مامته بيحس بمامته، مجرد يسمع الهارت ريت والنفس بتاعها وصوتها وكذا هو بيعرف انها متضايقه فهيتاثر بيها ويحصل رياكشن معاها والبوندنج اللي بينهم يبتدي يتاثر يبتدي يحصل مشاكل. لكن عشان في نقطه مهمه جدا ناس كتير جدا امهات بالذات تقول لك والله انا زعلانه مش هرد عشان ما يتاثرش يبقى في مشكله. الباثوفيسيولوجي بتاع الانفانت كوليك اساسا السوالد اير طبعا هيعمل ديستنشن جامد. الاماتوريتي احنا لسه كنا بنقول فانكشن اماتوريتي بتاعه اللاكتيز كانزايم لسه بيتكون ولسه البرش بوردر ولسه الاندكشن بتاعه مع كميه لاكتوز زياده ام بترضع اوفر فيدنج او بترضع حتى ارفيشر بكميه كبيره ممكن يبقى في امبالانس مع الديسبايوسيس مع النورمال فاريشن بتاع التريتمنت والسنسيشن بتاع كل طفل ورد فعل. الفانكشن اماتوريتي في جي اي دي حاجه مهمه جدا جدا واللي على راسها مجموعه اسباب اهمها الميكوزولار بايرر اماتوريتي اللي احنا كنا بنتكلم على الليك بتاع المايكرو مولكيولز والمايكرو نيوترانز ان لسه بتبقى البورز نفسها والامتصاص نفسه لسه مش سيلكتيف قوي فبكل اكل الام بينعكس وبيفرق معانا جدا 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 في كتير من حالات الكوليك والستريس عند بعض البيبيهات. وانس تاخد هيستوري من الام هتسمع بقى حاجات زي الفل، يعني وانس هي تقول لك هو امبارح ما نامش، انا اتمنى اول ما تقول لي امبارح ما نامش اسالها سؤال واحد، ممكن حاجه تقولي لي من الصبح امبارح لحد بالليل كلت ايه، هيطلع لك احلى كلام من اول الرنجه للبصل للثوم للبيتزا ده اكيد. وفي لحظه وانس السؤال ده بيترد فعلا هتلاقي على الاقل 70% من الاجابات هي كانت حاجه من الحاجات الايرتنت الحاجات اللي ممكن تتعبه نزلت له في البريست ميلك وبدات تضايقه. طبعا ترانزال لاكتيز ديفيشنسي من الحاجات بتاعه الفانكشن جي اي ديس اوردرز كديفلوبمنت مع الوقت بيتحسن وبالذات في اول 3 شهور ممكن يكون الامور متاثره قوي وكمان مع الديسبايوسيس. اللاكتوز من الحاجات المهمه جدا 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 في لبن الام، والحقيقه اللاكتوز برضو ليه وظائف مهمه سواء الوظائف جي اي نيوتريشن او حتى نيورولوجيكال مهمه. واللاكتوز اصلا دايساكارايدز، ودايساكارايدز بتكون من 2 مونوساكارايدز اللي هو الجلاكتوز والجلوكوز، وطبعا كلمه لاكتوز لاك جايه من اللاتين اللي هي لبن، واوز دي جايه مع كل السكر سواء جلوكوز فركتوز لاكتوز. فدي اللاكتوز بقى لما بيبتدي ينزل مع لبن الام هيخش على الجي اي، هو بنفسه بيحسن الامتصاص بتاع المينرالز كويس جدا جدا، هو بنفسه بياتراكت فلويدز في الكولون لما بيوصل جزء منه ما اتهضمش يتحول الى لاكتيلوز بيمشي البطن شويه، لكن لما بيعدي على الجيجنوم بقى يبتدي يحصل له اللاكتيز يطلع يعمل له دايجيشن للاكتوز هيتحول الى الجلوكوز والجلاكتوز. والجلاكتوز هنا ليه دور مهم جدا 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 في النيورو ديفلوبمنت، ودي نقطه مهمه وهناكد عليها النهارده زي ما اكدنا على الريسك فاكتورز والريد فلاجز بتاعه الكوليك والعياط بتاع الاطفال، ناكد جدا جدا على ان الجلاكتوز اللي هيطلع من اللاكتوز مهم في البرين ديفلوبمنت، عشان كتير جدا من الناس لما بيبقى في اطفال عندها مشاكل ريكارنت وكوليك وكذا بيدوا لاكتوز فري فورمولا، واللاكتوز فري فورمولا فور لونج تايم، ودي بتعمل مشكله كبيره جدا جدا انه بيفقدوا جزء من التطور بتاع المايلينيشن وبتاع البرين ديفلوبمنت والسي ان اس ديفلوبمنت بتاعه في الفتره دي. فهنا دي نقطه بس ايه حبيت الفت النظر ليها لانها مهمه. البينفيتس بتاعت اللاكتوز مهمه جدا كسورس اوف انرجي، وان كان هو مش واحد من الحاجات الرئيسيه لكن مهم، حتى ايفن لو الجلاكتوز اصله نقص
فبرضو اللاكتوز هيبقى جزء معوض ليه في البرين ديفلوبمنت في الاول. اللاكتوز في اوليغوسكارايدز اللي هو هيخش في الجلايكوبروتينز واللايبوبروتينز اللي هي هتفرق معنا جدا في الميلينيشن والبرين ديفلوبمنت. احنا قلنا البرين ديفلوبمنت والميلينيشن كذا مره ماشي. فاللاكتوز لما بيحصل له دايجيشن ويتحول الى جلاكتوز وجلوكوز. الجلاكتوز مهم جدا في موضوع السريبروسباي اللي هي الميلينيشن والسينس ديفلوبمنت في الفتره دي. طيب من الحاجات المهمة جدا جدا برضو في اللاكتوز ان اللاكتوز من الحاجات اللي في ترتيب الشوجرز مش طعمه حلو قوي، مش زي الجلوكوز ولا السكروز، وبالتالي الريوردنج افكت بتاعه مش زيهم، وده بيفرق معانا جدا لان لبن الام بيبقى الطعم مش المسكر قوي اللي هو هيخليه لو انا بعمل له ريوردز او بعلمه حاجه تانية او بدي له حاجه كافئه عليها او عاقبه عليها هتفرق معاه ساعتها، وده من حاجات من حكمه ربنا فيه. هو برده من الحاجات اللي هي الكاريز فيه قليله جدا جدا. معظم الاطفال اللي بيبقى عندهم كاريوجينيك شوجر زي السكروز زي الجلوكوز في الارتفيشال فورمولا موجوده، في بعض الوجبات موجوده اثناء النوم، اثناء اللي بياخدوا ببرونه بيفرق معهم جدا جدا جدا. اللاكتوز مش من الحاجات اللي بتعمل كارز في الفتره دي. طيب نرجع بقى للفسيولوجي بتاع اللاكتوز كده واحده واحده. لو هو بدا هينزل مع طفل بياخد بريست فيدنج هيبتدي يعدي يوصل للجيجنوم، اللاكتيز هيشتغل عليه هيطلع منه الجلوكوز وهيطلع منه الجلاكتوز، الجلاكتوز هيخش سايد واي ويبتدي يعمل لي الشغل بتاعه مع الميلينيشن والبرين ديفلوبمنت، والجلوكوز هيدينا الطاقه بتاعتنا والامور تمام. لو جزء منه عدى وصل للكولون ممكن ساعتها هيتراكش بعض الووتر ويديني سام سورت اوف يعني لوز ستول او يخلي البراز افضل شويه. لكن في مشكله كبيره جدا بقى لو اللاكتيز ده ما حصلش، ان هو اتكون عشان يهضم اللاكتوز او ان النسبه والتناسب بينهم كانت امبالانس، يعني اللاكتوز كان اكتر ففي جزء من اللاكتوز كبير هيعدي من السمول انتستين لللارج انتستين، هتبتدي البكتيريا تشتغل عليه ويحصل فيرمنتيشن. طب الفيرمنتيشن ده هيطلع ايه؟ هيطلع ميثان وهيطلع كربون مونوكسايدز وهيطلع الهيدروجين والاسيدز، الحاجات اللي هتبتدي تعمل لي مشاكل جدا جدا وهتعمل لي دياريه وتعمل لي نبراش وتعمل لي مشكله كبيره. يبقى احنا في حاله الامبالانس ما بين اللاكتيز واللاكتوز، او ان اللاكتيز اقل، او ان اللاكتوز كان فيه اوفرلود امه بترضع كتير او بتدي فورمولا كتير، هيبتدي يحصل الامبالانس. فجزء من اللاكتوز هيعدي من غير ما يتهضم، هيوصل للكولون يبتدي البكتيريا تشتغل عليه، لما البكتيريا تشتغل عليه تعمل له فرمنتيشن هيطلع ايه؟ هيطلع ميثان وهيطلع صوديوم مونوكسايد وهيطلع هيدروجين وهيطلع حاجات هتعمل اريتيشن ابطو، ان هي ممكن تعمل انفجارات واسهال وحاجات صعبه جدا. وتملي الطفل بتاع اللاكتوز انتولرانس هتلاقوا تملي ليه منظر معين هنقول عليه، حتى في بطنه وحتى في اخراجه وحتى في صوت الارياح بتاعته والدياريه. طب ايه التايبس المعروفه من اللاكتوز انتولرانس؟ طبعا اللاكتوز انتولرانس يعني اللاكتوز مش بيتهضم كويس نتيجه نقص اللاكتيز، او ما بيتهضمش خالص يعني. فاحنا كده في نوع من انديجيشن لللاكتوز. طيب ايه ممكن يبقى برايمري لاكتوز انتولرانس او سكندري او ديفلوبمنتال او كونجنيتال؟ وسريعا دي التقسيمه بتاعته. بالنسبه للبرايمري هو عباره عن اوتوزومال ريسيسيف، ده طفل مولود عنده لاكتوز، عنده لاكتيز انزيم وشغال عادي خالص، بس يجي بعد سنتين يبتدي اللاكتيز يقل لحد ما يوصل للبيوبرتي، يقل قوي لحد ما يبقى أضل ممكن ما يبقاش فيه لاكتيز خالص. وده الاشهر والاكثر والموجود على مستوى العالم، مصر فيها حوالي تقريبا النسبه 68%. السكندري اي حاجه هتاثر على الجي اي براش بوردرز، البراش بوردرز والميوكوزا بتاعت الانتستين، هيبتدي اللاكتيز يقل. ده سببها ايه؟ جاسترونترايتس ماشي، كرونز ماشي، اي حاجه هتاثر على البراش بوردرز هتبتدي تعمل لي لاكتيز ديفيشنسي اللي هو السكندري تايب. وبعد كده الديفلوبمنتال، الديفلوبمنتال اللي هو رقم 3 ده بتاع البريماتور. احنا قلنا لما هنشوف اللاكتيز في الامبريونيك بيريود بتاعه بيتكون من اول اسبوع الثامن في الانترا يوتراين لحد يبقى فول اوبشن عند الثيرد تريمستر قبل ما يتولد على طول، وده بياخد وقت شويه الحقيقه يعني. وبالتالي اللي بينزل بري تيرم ما بيكونش عنده كميه كفايه من اللاكتيز فبيحصل له ديفلوبمنتال لاكتوز انتولرانس. نيجي لاخر حاجه الكونجنيتال، ودي رير جدا 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 لحد يشوف كونجنيتال لاكتيز ديفيشنسي او كونجنيتال لاكتوز انتولرانس، دي من الحالات النادره جدا. طيب الكاركترستيك ايه بقى اللي كنا بنقوله دلوقتي؟ ان طفل عنده لاكتوز انتولرانس هيبقى شكل الاعراض بتاعته عامله ازاي،
أول حاجة الكوليك والكراينج بيبقى متكرر وزيادة طبقا للأرقام اللي قدها، هيعدي بقى الثلاث ساعات والثلاث أيام والثلاث أسابيع، وهيبقى فيه بلوتينج وجازز، جازز كتيرة جدا، دايارية، والدايارية والجازز الأم تقول لك ده براز باندفاع، باندفاع وبكمية كبيرة ووتري وسمل وفروسي، ليه منظر كده معين، هي حتى لو صورته أو شرحته لك هتحس إن هو مش العادي خالص بتاع الدايارية العادي. ومهم جدا بقى النبي راش، لان النبي راش مع اللاكتوز انتولرانس في الاطفال بيبقى يعني بلادي وبيبقى اريتانت جدا، وهوريكم المنظر بيبقى صعب. طيب زي ما قلنا، طب هو ليه حصل كل ده؟ بيحصل كل ده نتيجه ان اللاكتوز وصل للكولون من غير ما يحصل له دايجيشن، وبالتالي البكتيريا بتشتغل عليه، هتعمل فرمنتيشن، هيطلع الميثان، وعلى فكره الميثان قابل للاشتعال، الميثان قابل للاشتعال، يعني ممكن واد من دول لو هو بيعمل كده وبدا يطلع نار، يعني واخدين بالكم. والهيدروجين طبعا والفري فات اسيدز والكربون مونوكسيد بيبتدي يفرق معانا ان هو بيأثر جدا. طبعا الديستنشن المنظره بيبقى صعب، والبوبو بتبقى متبهدله، والمنظر ده انتوا اكيد شفتوه كتير، ده يمكن هنا من الشمال لليمين بيتحسن، هنا بدايه الموضوع ومع العلاج بدا يهدى شويه، لكن هو الحقيقه هايلي اريتن لان في اسيدز طالعه، الاسيدز طالعه من نتيجة اللاكتوز انتولرانس، فالبي اتش بتاع الاسطول بقى اسيدك جدا، الريديوست شوجر هتلاقوه عالي جدا، الولد الدنيا ولعة من تحت ومتبهدلة ومش هيتصلح الا من كنترول. وده على فكرة حتى ايفن لو مفيش لاكتوز انتولرانس بس في اوفر فيدنج ولاكتوز اوفر لود بيحصل، ولاحظوا جدا جدا في امهات وانتم بتشتغلوا كتير جدا من الامهات تشوفوا انتم المنظر ده تقول لها طب هي بيرضع طبيعي، طب بيرضع طبيعي، طب ايه المشكله؟ ده بيرضع كتير جدا، لقيتيه اوفر ويت وليل ونهار وما بياخدش باسيفاير ومستخدم مامتو از باسيفاير، فطبعا هيبقى بالمنظر ده كده نتيجه الفريكوانسي ونتيجه ان اللاكتوز نفسه ما بيلحقش يدايجست، فبيتحول الى الميثان والاسيدز ويبتدي يعمل لي اريتيشن بهذا الشكل العنيف. وهنا لازم اكونترول على الامر شويه مع الام في الرضاعات وفي مع اكلها. طب هل بقى احنا بنتكلم على دايارية وفروسي و هل ممكن اللاكتوز انتولرانس يبرزنت باي كونستيبيشن؟ يس، 30% من حالات اللاكتوز انتولرانس ممكن تيجي بكونستيبيشن مش دايارية. طب ازاي الكلام ده؟ الميثان اللي هو كنا بنشرحه من شويه طالع من الاندايجيشن بتاع اللاكتوز، الميثان نيورو ترانسميتر بيعمل الترانزنت تايم بتاع الانتستين وبتاع الجي اي بيأخره، فبيحصل سام صوت ريتينشن شويه. يبقى احنا عندنا في 30% من حالات اللاكتوز انتولرانس بريزنتد باي كونستيبيشن، نخلي بالنا من الحته دي. اللاكتيز انزيم زي ما شرحنا في اول اسبوعين بيبتدي يتكون، لكن هو الفول اوبشن بتاعه بيبقى مع الثيرد تريمستر قبل الولاده، عشان كده البري تيرم هيبقى مفتقد جدا لللاكتيز وبالتالي هيتاثر، وهو موجود في البراش بوردرز بتاعت الميكوزا، وبالتالي طبعا لو في جاسترونترايتس او اي شيدنج او اي ديزيز سواء اكيوت او كرونيك للميكوزا بتاعه الانتستين هتبتدي تتاثر وتبتدي تفرق جدا معاه. اللاكتيز انزيمز بيحتاج درجة حرارة 37 وبي اتش 6 علشان يبقى فول اوبشن وشغال كويس جدا، والنقطة دي مهمة جدا علشان نعرف التفاصيل بعد كده في مواصفات اللاكتيز لو احنا عايزين نعمل له سبلمنتيشن. طيب المانجمنت اوف كوليك، وفي تو استراتيجيز، الاولانية ان انا بحاول اهدي البيبي نفسه، والثانية ان انا احاول اهدي الاهل، لان انتم متخيلين واكيد كلكم مرتوا بالتجارب دي مع الاولاد او الاحفاد او الاخوة، الموضوع مش سهل، ده فجأة واحد ثلاث ساعات بيعيط، البيت كله متكهرب، هي بتتصل بمامتها وهو بيتصل مش عارف ايه، وبيتصلوا بالدكتور والطوارئ والدنيا مقلوبة. ليه؟ لأن فالأشورنس مهم لو أنا متأكد ومشخص إنفانت كوليك طبقا للجايد لاينز اللي قلناها، ثم بعد كده أبتدي الأهل بعد ما أطمنهم أشوف البيبي نفسه وأحاول أحل المشكلة. أحل إزاي؟ في حاجات طرق كتيرة قوي، هدي له حمام دافي، هعمل له مساج، هبتدي أهزه شوية، هحطه في دارك روم، هشوف مين اهدى واحد في البيت يشيله وسكته، قد ينجح او لا ينجح الكلام ده كله. عايز اوريكم دي لطيفه قوي، الحاجات اللي ايه بقى يعني ايه ممكن تساعد شويه في القصه، واخدين بالكم بتهدي، وعلى فكره موجوده ولطيفه، يعني هي اولا الموفمنت بتاعتها سوزين جدا، يعني الموفمنت نفسها خفيفه مش عنيفه، والطبطبه دي والحركه دي وبيناموا في الاخر يعني، فمش بطاله دي بقى اللي جميله قوي، ودي ناس كتير بتعملها على فكره، انا شفتها ناس كتير جدا بتعملها، مجرد ان هي حاطه بس قدام صوت ثابت سواء بقى كذا كذا على طول بينام. فقد تنجح، قد تنجح هذه الاشياء مع بعض العيال المحترمه، وقد لا تنجح الحقيقه. يعني ال NHS طبعا انتوا حافظينها، يعني
في انجلترا واسكتلندا هم حاطين كتير جدا كرايتيريا جايد لاينز للمانجمنت بتاع الانفانت كوليك. الحاجات اللي فوق كلها احنا قلناها، بس في بقى جزء مهم جدا عايزين نتكلم فيه، الجزء هل ممكن بقى ندي ميديكال تريتمنت؟ يعني انا بقى عملت الهزازه وعملت له حمام دافي ودلعته شويه وشلته وهشتكته وجبت حد يشيله، وشفنا مين اهدى حد بينيم العيال يشيله في البيت يلف بيه بابا كذا. وعلى فكره ساعات بنلاحظ ان البيبي ممكن يهدى قوي مع حد غير مامته، لان هو طول ما هو مع مامته حتى وعنده كوليك او ايا كان هو سيكينج فور بريس فيدنج، هيبقى عايز يرضع، والرضاعه ممكن في الوقت ده تكون تعبه اكتر لان هو اصلا يعني بلوتينج وفلاتولانس وديستنشن وكده. اوكي، فاحنا عندنا ان اتش اس من الحاجات اللي حتى جايد لاينز من ضمنها ان احنا ممكن ترايل اسبوع كامل ثايمسيكون ونشوف النتيجه بتاعته، او نقدر نترايل اللاكتيز انزيم سبلمنت ممكن نلاقي تحسن عليه وبناء عليه ممكن نكمل او ما نكملش. يبقى احنا قلنا الفيرست لاين اوف ادفايس ان انا بحاول احل المشكله زي ما شفنا، سواء بحمام دافي بهشتكه بدلعه بشيله اهدى حد ينام على بطنه بوزيشن معين ممكن يريحه، او ان انا ابتدي الميديكال تريتمنت ان انا ادي سايميثيكون لمده اسبوع او لاكتيز انزيم لمده اسبوع، او لو هو بياخد ارتفيشال فعلا ببتدي اديله دايجستد فورمولا او هايبو الرجيك فورمولا يمكن تريحه. اوكي، لكن تاني وثالث عشان بس النقطه دي مهمه، انا مش هبرسكرايب فورمولا لواحد بريست فيدنج، واحد بريست فيدنج وما عندوش مشاكل خالص عشان عنده كوليك واقول لها الفورمولا دي هتريحه، لا، هي الفورمولا الهايبو الرجيك او الدايجستيف فورما أو, او او دي معموله للاطفال اصلا بياخدوا ارتفيشال زيها زي برضو الكاوز ميلك بروتين الرجي. ما ينفعش ان حد عنده كاوز ميلك بروتين الرجي لو انت مشخصه وبيرضع بريست فيدنج ان انا اديله فورمولا بتاعه الكاوز بروتين ميلك الرجي واقول لها هي دي مش علاج، هي دي معموله سبستيتيوت للي بياخد ارتفيشال. يعني لو هو خلاص كونفيرمد ارتفيشال وتعبان انا هحط له الفورمولاز دي، لكن الفورمولاز دي مش علاج، الفورمولاز دي للناس بتوع الارتفيشال يعمل لهم سبستيتيوشن بيها كحل من الحلول. طيب نيجي للام نفسها، احيانا الام زي ما قلنا نظام الرضاعه لان هو وصل لمرحله من الاوفر فيدنج، وزنه زياده والفريكوانسي زياده واللاكتيز مش قادر يكفي كميه اللاكتوز اللي تاخله، وفي نفس الوقت هي بترضعه كتير جدا جدا على الفاضي في ال 24 ساعه، فده ممكن يعمل تنظم شويه ونعمل لها الدايت بتاعتها، بنعملها اللي هي هايبو الرجيك دايت للام بقى. يعني اجي الام اقول لها طب ممكن تشيل بقى شويه منتجات الالبان، تشيل الاكل اللي ممكن يتعبه كذا، الهايبو الرجيك دايت للام ممكن تحسن لي الدنيا مع البيبي في الانفانتايل كوليك. يبقى هنا الميديكال هدي سايميسيكون هدي لاكتيز، بحاول اعمل كنترول على الرضاعه بتاعته. دي البيبرز دي كانت لطيفه جدا جدا على معموله على 53 بيبي، وعايز اقول لكم بقى من الحاجات القويه جدا فيها انها دبل بلايند راندمايز بلاسيبو كنترول، موضوع كبير. تعرفين من اقوى حاجات الدرجات في الريسيرش الدبل بلايند بلاسيبو كنترول دي بتبقى حاجات قويه، فدي اتعملت وفيها ادوا لاكتيز انزيم للاطفال لمده 4 اسابيع وكانوا بيشوفوا تاثير ده هل هي فعلا ممكن يقلل ويقلل كتير من الانفانتايل كوليك. حوالي 43% في الدراسه دي نزل الانفانتايل كوليك بتاعهم والكراينج تايم نزل جدا، ودي كانت في انجلترا واسكتلندا. اللي بعدها في الهند وبرضو بصوا معموله ازاي، راندمايز دبل بلايند بلاسيبو كنترول ترايل. الحاجات دي من الريسيرش بتاخد درجات اعلى وبتاخد قوه في النتائج بتاعتها، وبرضو مع اللاكتيز سبلمنت بدات الدنيا تنزل حوالي تام. دي كمان كانت 163 او 168 طفل، كان رقم مش قليل خالص، وبرضو 4 اسابيع ل 8 اسابيع بدات الاطفال تتحسن. يبقى انا ما عنديش مشكله ان انا اقدر انظم الرضاعه، اقدر اكنترول على الدايت بتاعه الام، لو هو بياخد ارتفيشال بغير له بدي له سايميسيكون لمده اسبوع 10 ايام واشوف النتيجه، او هدي اللاكتيز سبلمنت واشوف هل هو فعلا عنده امبالانس او لاكتوز انتولرانس ولا لا، لان ده ممكن يفرق معاه. طب اللاكتيز انا ممكن ابتديه من سن مبكر كسبلمنت؟ اه ممكن اديه من سن مبكر، ممكن من زيرو دي، لان احنا كنا بنتكلم في ديفلوبمنتال تايب اوف لاكتوز انتولرانس على بيبي مولود بريترم وعنده مشكله، فاقدر ان انا اديه من زيرو دي ما عنديش مشكله والسيفتي بتاعته عاليه. طيب هنستخدمه ازاي؟ انا لو انا بدي مع بريست ميلك ممكن احطه على طرف معلقه واديه له، الجرعه بتاعته هنقولها دلوقتي، او ممكن اكسبريس بريست ميلك احطه عليه او ارتفيشال بحطه بره واعمل شيكنج بسيط واسيبه نص ساعه او ثلث ساعه وبعدين اديله الجرعه اللي انا حضرتها. اتفضل. لا مع كل رضعه. طيب هو بصوا بالنسبه للبريست فيدنج، احنا البريست فيدنج المفروض ان احنا بندي نقطه لكل كيلو على اساس ان احنا مش عارفين الكميه اللي هتنزل قد ايه، فتقريبا نقطه لكل، وليكن مثلا هو 3 كيلو او 4 كيلو هياخد 3 نقط 4 كيلو،
فانا اجي قبل الرضعه بروح حاطه له الثلاث نقط على طرف معلقه واديهم له وراح مدخله مرضعه. هياخد الرحله بتاعته. هنشرح الوقت اللاكتيز الايزي كول بالذات ليه هو ستيبل، لانه بيعدي على ستومك وبي اتش وحاجات زي كده. في انواع تانية ما بتستحملش البي اتش وما بيحصلش، فانا كده ممكن نتشر ان انا هوصله للجيجن وما هيهضم هناك، فما فيش مشكله. طب ده مع كل رضعه ولا كل؟ لا، هو انت عايز اللاكتيز قبل اللاكتوز، يبقى طول ما في لبن ولاكتوز يبقى قصاده لاكتيز، مش مساله عدد مرات في اليوم حتى. طب انت دلوقتي بتدي مثلا اكسبريس ميلك او ارتفيشال، ما اللبن ده انت عايز تهضمه لازم تحط فيه اللاكتيز، فانت مع كل مره في رضعه مطمن ان هي رضعه مشبعه كويسه هتحط النقط اللاكتيز بتاعتك على طرف المعلقه. عايز تاخد شويه اكسبريس ميلك تحط عليهم بره وبعدين تدهم له وبعدين تكمل، مفيش مشكله. عايز تعمل مع الارتفيشال او الاكسبريس بره بس هتشيكنج وتقعد على الاقل من 5 دقايق مينيمم لحد ربع ساعه. دكتورة نهال، دكتورة نهال موجود. دكتورة ايناس بتسأل على هتدي دايركت على البريست ميلك فيد، الافضل دايركت ولا يتحط على لبن وبعدين يتضاف؟ دايركت في الماوس، ممكن تحط على طرف المعلقة ويتداخل برضه مفيش مشكلة. اوكي طيب، احنا عندنا 1 دروب بالكي جي للبريست فيدنج، انا مش عارف هو هياخد قد ايه، لكن لو انا عندي ارتفيشال او اكسبريس محسوب بقى الكميه، هيبقى نقطه لكل 20 ملي، نقطه لكل 20 ملي، ونعمل شيكنج بسيط ونسيبهم شويه ربع ساعه يبتدي الدايجيشن بتاعه. خلي بالكم التايم ده مهم ليه بقى؟ لان في انواع من اللاكتيز بالذات البكتيريال تايب اب تو 6 ساعات عشان يشتغل، يعني ده بيستخدموه بقى في الارتفيشال والمصانع وكده، ما يقعدش ساعه ولا ساعتين عشان لا لا، هو عشان يهضم اللاكتوز، اللاكتيز ده عايز 6 ساعات، فده بيستخدموه في اللاكتوز فري فورمولا بتاعه الكبار بقى، عارفين انتوا في الشيء وهينا الوقت اللاكتوز فري في حاجات، ده شغل الايه المصانع مش شغل الطبيعي بتاع الاطفال وكده. الايزي كول الحقيقه من الحاجات المحترمه جدا في القصه دي من حيث الاستابيليتي ومن حيث البي اتش ومن حيث الحراره، ونشرح ليه، لان برضو هيفرق معانا جدا جوده الحاجات دي ان هو يديني الافكت، لان في لاكتيز كتير في السوق لازم نفهم هو ليه، هو كل اللاكتيز زي بعضها ولا مش زي بعضها، وهقول لكم التفاصيل بتاعتها. طيب الايزي كول طبعا هو افكتيف في الانفانت كوليك والسكند لاكتوز انتولرانس واللاكتوز اوفرلود وتقريبا معظم المشاكل بتاعه اللاكتوز انتولرانس. اوكي وهو سيف ونو سايد افكت ومع البريست ميلك او الفورمولا ما عندناش مشكله. النقطه دي بس المهمه عشان بدا يبقى فيه كتير جدا من حالات اللاكتيز اللي موجوده في السوق، وانتم عارفين اي حاجه بتطلع كده تلاقي كل الناس راحت ايه، هل كل اللاكتيز زي بعضها؟ طبعا الكبير قوي ده كان ليه، انا لما شفت الصوره استغربت، ده الدوبلير بتاع احمد مكي يعني وشبهه جدا الحقيقه يعني. فطبعا هل ده زي ده؟ هل ده فعلا ميمك؟ هنشوف. الايزي كول الحقيقه اللاكتيز دروبس بتيجي من المانيا، والثلاث مصانع اللي موجودين عندهم موجوده في البرتغال وموجوده في ايرلندا وموجوده في اسبانيا. والحقيقه مصادر اللاكتيز عموما البكتيريا واليست والفانجس، بس كل واحد له، لا على الرغم ان اللاكتيز ده عباره عن انزيم المفروض كيميكال استراكشر واحد، يعني انا جبت لاكتيز كيميكال استراكشر واحد، لا بيفرق جدا جدا في الافكاسي بتاعه وفي تشغيله على السورس الاصلي بتاعه، هل هو جاي من بكتيريا ولا من فانجس ولا من ييست. اوكي الخلاصه، انت علشان تشوف اللاكتيز ده قيمته عامله ازاي اعمل حاجه واحده بس، هو اللاكتيز ده الطبيعي بيشتغل ايه؟ هو بيشتغل في بي اتش اسيدك، لان جاي من بعد المعده او المعده، فمحتاج بي اتش اسيدك عشان انا لو اديته اورال يعدي من المعده عندي مع البريست فيدنج. اوكي ما هو البريست فيدنج ده مش هحط اللبن بره وبعدين ادهوله، لا ده هو بيرضع بيهضم معاه، طب هيعدي على المعده، يبقى لازم عشان اجيب لاكتيز كويس يستحمل البي اتش بتاع الاسيديتي بتاعه المعده. تاني حاجه درجه حراره الجسم كام؟ 37. طب احنا عندنا كتير جدا من اللاكتيز السورسز بالذات البكتيريال والفانجس، هتلاقي عند 35 ان افكتيف الييست لاكتيز هنا، بص هتشوفوا في الييست اهي من 30 ل 35. طب انا 37، يعني معنى كده ان هو لو دخل الجسم على 37 مش هيشتغل، هو عايز 35 اقصى حاجه. وهنا درجه الحراره مهمه للتخزين، يعني لازم يستحمل معايا شويه، البكتيريال بيستحمل بس البكتيريال عشان يبتدي عايز على الاقل 6 ساعات عشان يشتغل، وعايز برضو بي اتش معين يكون الكالاي مش اسيدك، فهو لا يستحمل البي اتش وممكن يستحمل الحراره بس ما يستحملش البي اتش، والييست ما يستحملش الحراره وما يستحملش البي اتش. طب ايه المواصفات اللي ممكن يبقى يستحمل بي اتش اسيدك وفي نفس الوقت هيكون في درجه حراره الجسم يشتغل، وفي نفس الوقت ليه كالكوليتد دوز، ونفس الوقت البيوريتي بتاعته عاليه، وفي نفس الوقت واخد اف دي ابروفال او واخد افسا ابروفال؟ هيبقى الفانجس سورس ده
مهم جدا جدا اسبرجاس بوريزي، ودي من الحاجات اللي هي هتلاقوا كل ابحاث اللاكتيز معموله عنها، وهو واخد حتى يو اس اي ابروفال كتير جدا من اليو اس فارماكوبيا ويو اس مونوجرافي. كل ده الافسا بقى في البيوريتي بتاعته، ولانه جاي من فانجس لازم يبقى كلين وكلير عشان الاطفال. اوكي، برضو عندنا الاف دي دوتو جراس، جراس ده جينريكوناز السيف، ده اف دي اي، اف دي اي ابروفال. فاحنا عشان نجيب لاكتيز لازم يكون المصدر مهم جدا جدا جدا، والمصدر الوحيد المعتمد علميا وجايد لاينز هو الفانجس سورس، لانه بيستحمل درجه حراره الجسم، بيعدي على الاستومك والبي اتش، بيوصل للجيجنوم من غير ما يحصل له اي تاثير، الباقي ما بيستحملوش البي اتش، بيشتغلوش على الكالاين، ثم درجه حراره الجسم، ثم بيستحمل لحد 50 و55 درجه اللي هو حتى لو ستورنج او مكان او دوله يكون فيها التخزين حرارته عاليه شويه. يبقى المواصفات دي مهمه جدا جدا، ان انا عشان اجيب لاكتيز يكون من مصدر معلوم، ويكون درجه الحراره بيتحمل الحراره. و طيب احنا كده بنرجع صح، خلينا طيب يبقى احنا كده احنا قلنا ان احنا معانا الافسا، الافسا اللي هي European Food Safety Authority، ودي في حته البيوريتي بالذات، وفي حته الكالكوليتد دوز، لان انت عايز تدي دوز مش عايز تدي كده نقط وخلاص، عايز جرعه، ومش اي حاجه يتحسب منها الجرعه، الجرعه بتاعته مهمه جدا جدا جدا، وعايز السيفتي ما يكونش في اي تريس اليمنتس من الفانجس لسه موجوده انت هتديها برضو، دي مهمه جدا. فده بالنسبه للافسا. بالنسبه للاف دي اي جنريتور كلاس السيف برضو داخل اف دي اي، والسورس بتاعنا بيتحمل الحراره ويتحمل البي اتش وكالكوليتد دوز والبيوريتي بتاعته عاليه. طيب وقلنا ازاي نحضره، ما خلاص برضو من الحاجات المهمة، لو انت مش قادر تحدد جرعة وتحدد كمية وتحدد concentration، مش هتقدر تتنبأ باللي هيحصل او هيبقى ماشي ازاي. برضو النقطة دي مهمة، عشان قبل ما نخلص انا عايز اقول لكم بالنسبة المقارنة ما بين اللاكتيز انزايم سبليمنتس، او ان انا هديه ولا ادي لاكتوز فري فورمولا. زي مثلا انا عندي البري تيرم هسه قايلين في عندنا developmental lactose intolerance، طب ما انت بدل ما تديله لاكتوز فري فورمولا، ما هو هتريح؟ لا، لان اللاكتوز زي ما قلنا مهم جدا 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 في الجانجلوسايدز، ومهم جدا جدا في المايلينيشن، ومهم جدا جدا في البريم ماتوريشن، مهم جدا جدا. فما ينفعش تدي لاكتوز فري فورمولا، انت هتدي اللاكتوز وهيستفيد من الناتج بتاع الدايجستن بتاعه الجلاكتوز علشان موضوع التطور بتاعه. يبقى انا هنا مهم جدا اذا انا هخير حتى بس بوست جاسترونترايتس، لو جاسترونترايتس وبعدها عايز تدي لاكتوز فري فورمولا اوكي، طب لو ادي لاكتيز طب هطول بقى، لا اطول لا، ما ينفعش احرم طفل من اللاكتوز عشان الجلاكتوز والشغل بتاعه المهم جدا مع البرين ديفلوبمنت في الفتره دي، ان انا ادي له لاكتوز فري فورمولا. ودي من الاخطاء الشائعه عندنا كلنا، ان احنا ساعات بننسى نفسنا في اللاكتوز فري فورمولا، ونفضل ممشيين الاطفال عليها مده طويله جدا، مع ان احنا بنحرمه من حاجه مهمه جدا. تمام، برضو البروبيوتكس انا لسه خلص دقيقه، لا ده بص انا خلص انا بحسب انا عمال ابص شايفها انا خلصت، هو ده اخر سلايد. طيب البروبيوتكس مع اللاكتيز يعني كمقارنه، هما برضو الاثنين افكتيف جدا مع الجاسترونترايتس وبص جاسترونترايتس، وممكن يستخدموا مع بعض بس في ابر هاند للاكتيز. الكوليك كومبليكيشن زي ما قلنا الاسره كلها بيبقى عندها مشكله كبيره جدا، وبالتالي بتفرق معانا جدا. ان كونكلوجن، شورت كورس اوف اورال لاكتوز دروبس مي بي اوفرد تو انفانت كوليك وفيت الروم فور كرايتيريا. الروم فور كرايتيريا اللي احنا لسه قلناها مهم جدا، ان انا اقدر باللاكتيز، وقلنا في الريسيرش وقلنا في البيبرز كلها في هيقل على الاقل 50% من الكراينج تايم وين الكوليك، هيقل كوقت وهيقل كمده، وهيبقى فيه تولرانس اكتر، وفي نفس الوقت انا ما حرمتوش من اللاكتوز. في الاخر هم بيستلموا الطفل من الحضانه والمستشفى، فعايزين الزرار اللي بيوقف الصوت هو ده. قالوا شرطه الاطفال معايا، عندنا واحد ما بيبطلش عياط، هتيجوا تاخدوه امتى؟ و ثانك يو. شكرا دكتور اسامه، عملت اكسبلوريشن للايزي كول، شكرا للشركه السبونسرد. طبعا كل الشكر والتقدير لاخي الاكبر الفاضل الاستاذ الدكتور اسامه حسين على تواجدنا معاه، وحقيقي هو اول باكوره المؤتمرات اللي هي في مدن القناه كلها، وفعلا هو واحد من المؤتمرات الكبيره اللي في مصر اللي بقى له فعلا ده 15 سنه، واحنا كلنا اتعلمنا منه، وهو كان يعني الاجنيشن بتاع كل المؤتمرات اللي تمت بعد كده في مدن القناه كلها، ودي حقيقه ولازم نعترف بيها. طبعا شكرا للساده الحضور، ومعنا